السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معايا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زمنور تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا النهارده يا جماعه دفعه جديده من ضمن الكلاب بتاعتنا اللي بنطلعها كل يوم ونطمن على اخبارها الصحيه ونعرف وصلوا معانا لحد فين. واضح جدا ان الفتره الاخيره ديت الكلاب بسم الله ما شاء الله بصحه كويسه جدا. هنبدا يكون اولهم بميلو، طبعا كلب مالينو. ميلو طبعا واخد تطعيمات يوم 28/1. تمام اسلام، بص المفروض عينه تتمسح. بص عينه، لا عينه من جوه، من جوه حطوا قماشه، حطوا قماشه، لا مش قطر اسلام، العين تتمسح بس يبقى نظافه. دو دو خد المكتب. تمام امسح له عينه. عندي عندي تمام امسح من جوه اهي عادي تتمسح كده بحته قماشه مبلوله بس. طبعا الحته الورمه ديت مكان الجرح القديم، مكان الجرح القديم اللي هي كل فتره كده هتدوس تلاقي تورم وتروح تاني. تمام يلا مشيلي بيه. بس عيب يا غضب. بس يلا انا مش عارف هو في حد يمشي الكلب بتاع ما بين رجليه، هو بيعدي ازاي لحد دلوقتي ما اتعودتش تمشي بالكلب. لحد دلوقتي ما اتعودتش تمشي الكلب. طبعا بعد كده يا جماعه غضب يوم 28/1 تطعيماته. يلا دخله خلاص. بس يلا راح راح راح. انجز بس يلا. طبعا بعد كده يا جماعه ريكو واخد تطعيم حشرات برضو يوم 28/1. يلا بس يلا. هتشيكو هندوه تطعيم حشرات. تمام عشان ما خدش خالص. تمام تطعيم حشرات. هتشيكو تطعيم حشرات نار 29. جاهز؟ بس يلا
يلا انجي شوية. بعد كده فزاع واخد تطعيم حشرات يوم 6/2. لا نخش يلا. استنى استنى بس فزاع. تمام. بعد كده لاكي واخد تطعيم حشرات يوم 5/10. ما ينفعش احنا نديه دلوقتي عشان بيتجوز. بس يا لك يلا انجز. وبكار برضو بيتجوز طبعا ابن لاكي. يلا يلا يا اسلام. يلا خش. الحمد لله. بعد كده همر تطعيم حشرات 28/1 برضو كويس. يلا اسلام. بعد كده مايلو 28/1 برضو حشرات. بعد كده ريتش 6/2 حشرات. طبعا بوتشر واخد تطعيم حشرات برضو في بداية شهر في بداية في اواخر واحد كده. طبعا بكده يا جماعة انتهت الدفعة بتاعتنا النهاردة. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركة معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.